تم اعتماد الصيدلية الذكية في مستشفى راشد قبل أكثر من سنة بافتتاحها في الصيدلية الرئيسية، ومؤخراً تم تدشين الصيدلية الذكية بإدخال الروبوت. الروبوت يسع تخزين أكثر من 30 علبة دواء حسب باركود خاص بكل صنف دوائي، وممكن يصرف 12 وصفة خلال بالدقيقة. من الخدمات الأخرى التي تقدمها صيدلية مستشفى راشد هي خدمة زاجل لتوصيل الأدوية للمنازل، وذلك عن طريق تقديم الطلب لموقع الهيئة من قبل المريض، أو إذا ما قدر المريض ممكن يتصل بالصيدلية والصيدلي يقدم له الطلب، ينطي العنوان، عنوان المنزل ورقم التليفون، وممكن يوصل الدواء في نفس اليوم للمريض.